بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فتحية الإسلام السلام، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية يجمعنا اللقاء بكم مع هذه الجولة الرئيسية بعد أن انتهينا من أشواط الانتاج أو المنتجين. نرحل مع الشوط الأول الرئيسي، الشوط المفتوح لفئة اللقاية مع الخمسة كيلو مترات التي نتابعها بشعارات أبناء القبائل التي تتحرك باحثة عن الناموس، باحثة عن الانتصارات، علما أن الجائزة سيارة للفائز بالمركز الأول، وبقية المراكز جوائز نقدية قيمة رصدت للفائزين. نتحرك نتابع الصدارة ونتابع البداية، نتحرك إلى الأمام لنعلن عن المركز الأول. المركز الأول أرى شعار يتقدم بكل ثقة وبكل عزم، الشاهينية السيد حمدان بن سلطان الشامسي الذي يقدم لنا الشاهينية بالمركز الأول، لتليها على المركز الثاني. المركز الثاني يقول مذيار سلطان بن علي بن سلطان بالهناوي الاجتبي، قادم أيضا من ميدان لهباب للمشاركة. النقلة التالية إلى المركز الثالث، وعندنا مثيرة عيسى بن سعيد بن سبت الخيالي من يقدم لنا مثيرة. ثالثا المركز الرابع اللي هي مدارة وسعيد بن مبارك بن علوان الدرعي، قادم أيضا من المصانع الجنوبية. المركز الرابع تتقدم العنود ناصر بن ناجي بن ناصر الغفراني المري. والمركز الخامس، المركز السادس أقول هني عجايب منصور بن صالح بن طرشوم العامري، حاضر بن طرشوم حاضر في هذا الشوط ويبحث عن مركز متقدم مثل ما عودنا دائما وأبدا يقف على منصات التتويج. هو الآن مشارك بكل إثارة وبكل قوة، نتمنى لك التوفيق كما نتمنى التوفيق لكل المشاركين. المركز السابع، المركز السابع عندنا فرق اللي بالمركز السابع السيد سيف الخلفان القويص، اما المركز الثامن مزنا محمد بن سلطان بن مرخان صعب المضمرين ايضا حاضر مع اللي هي قلنا عنه مزنا. والمركز الثامن تتقدم ثروه سالم بن جابر بن عبد الله الحربي. اما المركز التاسع فهناك الكرامه يمعى بن حميد بن عمي المنصوري. والمركز العاشر، المركز العاشر فهناك ايضا الوصول من قبل اللي هي زعفرانة خالد بن سعيد بن بروك الحميري. هذه الأسماء التي أعلناها على مسامعكم، وما زلنا في منتصف المسافة نبحث عن الجديد والتغييرات الصادرة والواردة، ولكن مدارة دارت مع الدورة مع المركز الأول. هناك الدرعي سعيد بن مبارك بن علوان الدرعي الذي يتقدم بالمركز الأول. أما المركز الثاني مذيار المدح، في مذيار ينعد ما هو مرة 10 مرات بالهناوي، حاضر سلطان بن علي بن سلطان بالهناوي الذي يتقدم بالمركز الثاني. المركز الثاني حمدان بن سلطان بن خليفة الشامسي. وصلوا الجماعة، وصلت الشعارات، وصلت الأصايل، وصلت التجمع واحد والهدف واحد والناموس بيكون لواحد من هذه المشاركين. ناخذ المركز الثالث مرحبا وغلا ويا مرحبا بهيبة علي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري مع الهيبة، وهو هيبة وهذه هيبة اللي طلعت سرعة من اللمة، طلعت إلى الأمام، طلعت وعصاها في الأبطان. ناخذ المركز الرابع، نستكمل المركز الرابع. أقول هني الكرامة قادمة يمعى بن حميد بن عمهي المنصوري. والمركز الخامس البلهناوي. المركز السادس يأتينا محمد بن سلطان بن مرخان. والمركز السابع اللي هي ثروة سالم بن يابر الحربي. أما المركز الثامن تتقدم الآن الطاغية سهيل بن رملي بن محمد العامري. والمركز التاسع
المركز التاسع مثيرة عيسى بن سعيد بن سبت الخيالي، والمركز العاشر أول إذا علي بن حاف سعيد بن عثة بالخزع العامري. هذه الأسماء، هذه الأسماء الحاضرة. يا سلام يا هيبة 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 هيبة، ما أعطت في الدرب طوعة أبدا أبدا أبدا، مسيطرة سيطرة ميدانية وعصاها في الأبطان وعصاها في الأبطان بشعار علي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري. ولكن حرك المري، التحركات بدأت من الخلف، التحركات بدأت من الخلف. الشامسي قادم، الشامسي هاجم، الشامسي واصل، ولكن الوصول من قبل الكرامة، الكرامة يمع بن حميد بن عمهي المنصوري، وعندنا أيضا الطاغية سهيل بن رملي العامري، وهناك أيضا مدارة الدرع 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 جاي قادم قادم قادم. شوف لي المركز السادس، شوف المركز السادس، تنعش 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 طربلي هبها كوز. ياهي ياهي مثيرة، ياهي أزهار سالم بن سعيد بن محمد. لوهيبي 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 قادم بسرعة، ولكن يا بن مشيط يا بن مشيط حرك 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 حرك. ولكن الحركات من الكرامة تبقي التكريم بن عمهي، يبقي التكريم. الكرامة مرة طافت مرة طافت. يو بن رملي يحاول المحاولات الأخيرة، يحاول المحاولات المستميتة، يحاول أن يلحق بالكرامة يمع بن حميد بن عمهي المنصوري. تلحق ما تلحق يا بن رملي يا بن رملي. الناموس السيارة تتجول 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 بين الطاقية سهيل بن رملي ابن محمد العامري وبن عمهي. الصراع الصراع طاف بن رملي طاف باللحظات الأخيرة باللحظات الأخيرة. ما يصح إلا الصحيح ما يصح إلا الصحيح. وهذه الطاغية سهيل بن رملي بن محمد العامري المصانع الجنوبية. أسعد الله صباحكم بكل خير، تهانينا لسهيل بن رملي العامري الثاني بن عمهي المنصوري. المركز الثالث الهودة مظفر بن محمد بن عظيري العامري، والمركز الرابع فهناك مدارة سعيد بن مبارك بن علوان الدرعي، والمركز الخامس المركز الخامس فتأتينا اللي هي أزهار سالم بن سعيد بن محمد لوهيبي. تهانينا والناموس لراعي الطاقية سهيل بن رملي العامري الذي سجل حضور مميز 7:25.6 من الثانية. تهانينا والناموس لأهل المصانع الجنوبية الوقن والقوع وما جاورها من مناطق جميلة. المركز الثاني المركز الثاني 7:26 و7 ثانية. تهانينا أيضا والناموس ليمعة بن حميد بن عمهي المنصوري. المركز الثالث وصلتنا سلهودة ب7:27 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس المظفر بن محمد بن عضيلي العامري.